بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وموريتانيا. سلم رئيس الوزراء خطاب مواجهه من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الرئيس الموريتاني الذي رحب بدوره بالوفد المصري المشارك في الدوره العاديه 31 لمؤتمر قمه رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي، واكد اهميه تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. اكد رئيس الوزراء موقف مصر داعم لنواكشوط في مواجهه الارهاب، مشيرا الى ضروره تبادل المعلومات حول التنظيمات الارهابيه وشبكات الجريمه المنظمه.